أعزائي متابعي ومشاهدي قناة الكرام، أهلا بكم من جديد. واليوم راح أحب أشوفكم الأفراخ بعمر أربع أيام أو ثلاث أيام. عندي أربع بيضات، اثنين من عندهم فقسوا واثنين لا. تشوفون يعني يوم اليوم 21 بالشهر و 19 بالشهر فقسوا، اليوم ثلاث ايام بالضبط. اذا تقدرون تمعنون بيها راح تشوفون ما شاء الله الريش بدأ يطلع أحد الأجنحة اللي فقس أول يوم. فاهتمام الأم بغذائهم بالدود القبابي، بصراحة الدود القبابي ما يخلى من القفص طالما الفراخ موجودة عندي. أتمنى لكم موسم خير هالسنة، وتشوفون الأفراخ نايمة كانت، يعني ما أعتقد أقدر أسوي أقربها أكثر. الأماية، هاي الأماية حنينة عليهم، هاي هم كانت عمرها 3 سنين هسه، كانت مفقسة عندي قبل. والدود القبابي موجود لهم، فهذا هو غذائهم. بينما بقية الغذاء متوفر للكبار بكل الخانات. هاني اهتم بهم وغذائهم، والقشور البيض هذه اللي هي تعوض الأماية عن الكلس، بالإضافة إلى الكلس اللي أعطيهم إياه أخبطه بالماء، بالإضافة إلى كلس وفيتامينات أخبط معه الغذاء الملون حتى أضمن يأكلون صحي. بصراحة عندي هنا زوج بلابل بانين عيش ومكملين، بس لحد الآن دول أفراخ اثنين هم مع 2018. وعندي هنا زوج بلابل بعدهم ما بيضت، بيضت بيضتين برا ولتبني عيش. يمكن لو تشوفون هسه لتلم عيش هنا اختارته بين الورد. هذول البلابل حبايبي، ذولا أليفين مالتي. هذا الفحل وهاي النفية. دولة أتمنى إذا تبيض ويفقسون أقدر أوكل الفراخ منهم صغار، راح يتعلمون علي. هذا يخاف من الكاميرا السوداء، اي شيء اسود يتقرب لهم يخافون من عند البلابل.
وعندي بصراحة أنا طبعا دا أعزل الخنافس من المجارير، دا أخليهم بمجر جديد حتى يبقى المجر البيدود. عندي هنا ما شاء الله هسه 3 بيضات، هاي اللي كان عندها 4 بيضات وما فقس منها شي، وعندي ذيك اللي هناك هذا اللي سويت لكم الفحل اللي شمر البيضة، عندي عدها بيضتين جواها النثية نايمة بالعش، وهم موفر لهم الكل دود القبابي والأكل حتى اللي يريد شي يضحي بشي، فأحاول أوفر لهم كل الأكل المقوي لهم حتى أحصل على إنتاج جيد من عندهم. وشكرا لمتابعتكم للقناة ودمتم في رعاية الله.